السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم خبيزات بالقمح بدقيق القمح الكامل، محشوين بحشوه اقتصاديه وسهله وسريعه، والاهم انها صحيه. نتمنى ان شاء الله هاد الخبيزات ينالوا الاعجاب ديالكم، ونبقى مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجين، عندي هنايا دقيق القمح الكامل، انا خليته بالنخاله ديالو ما غربلتوش، ونصف الكميه ديال الفرينه، ماشي الفرص، الفرينه. وغادي ندير معلقه ديال خميره الخبز، وغادي نزيد واحد شويه ديال الملح، بالنسبه للملح كيكون على حسب الذوق. صافي، غادي نجمع العجينه بمها اللي تكون دافيه. بالنسبه للعجين ديال القمح، كما كنقول لكم دائما، ما ديروهش خفيف، يكون شويه قاصح باش ما يعذبناش هكا فاش نكونوا كنقرصوه. انا غادي ندلك العجينه واحد شويه باش تعطينا الطوح هكا باش نكونوا نخدموها. هنا من بعد ما دلكت العجين مزيان، غادي نخليها كيرتاح واحد شويه، ماشي يخمر غير يرتاح. الا مع هكا وجدنا الحشو، هنا الحشو غادي ناخذ بصله تكون مقطعه بحال هكا، ندير لها شويه ديال الزيت ونديرها في مقيله، نشحرها واحد شويه حتى يبدا هكا اللون ديالها كيدبال. عاد غادي نضيف عليها جزر محكوك والقرعه محكوكه، غادي نضيف عليهم شويه ديال المليحه ونغطي عليهم ونخليهم يتقلوا مزيان. هنا من بعد ما دخلهم الطياب، ضفت عليهم الشامبينيون مقطع، غادي نشحرهم هكا واحد شويه، ونضيف عليهم الدجاج هكا اللي طحنتو، وغادي نزيد عليهم التوابل. عندي هنا شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، تحميره حتى واحد شويه، والحار، شويه ديال القزبر حبوب مطحون، ثومه حتى هي بودره. وغادي نشحر هكا كلشي مزيان حتى تدخل فيهم ديك القامه، وغادي نزيد هكا الزيت مقطع، غادي نقلي كلشي مزيان حتى تدخل فيهم كاع داك التوابل. عاد باش نضيف لهم هكا جوج فرماجات وشويه ديال المعدنوس مقطع. هنا العجين بعد ما ارتاح كما كتشوفوا معايا كيجي طري، غادي نشكلو هكا كويرات اللي يكونوا متساويين. انا بالنسبه للكويرات يعني على حسب اختياركم، باش ديرهم صغارين ولا كبار، انا درتهم شي مستين. وغادي نقرصها، كنبدي باول كويره اللي خدمتها، غادي نقرصها هكا واحد شويه. صافي، غادي ندير الحشو في الوسط. هنا الحشو من الاحسن حتى من الطابو يبرد وتولوا تطحنوا واحد شويه، كيجي معلك لداخل. انا هنا خليته حتى برد ورجعت طحنته واحد شويه، ودرت هكا قطعه ديال الجبن. صافي، كنقرصو هكا بشويه ديال السميده. صافي، كنخليهم حتى كنكملوا كاع الكميه اللي عندنا ونوليو نطيبوه. انا بالنسبه للجبن كيبقى اختياري، اللي بغى يضيفو يضيفو، باش تضيفو يخلي غير الحشو حتى هو كيجي لذيذ بزاف. صافي، هنا غادي نستمر بنفس الطريقه تنكمل كاع الكميه اللي عندي ديال العجين، وغادي ندوز باش نطيبهم. هنا كما قلت لكم، بعد ما كنديروا الحشو كنسدوهم بحال هكا. غادي نديروا هكا مقله ولا طاجين اللي كطيبوا فيه الحرشه، ندهنو بشويه ديال الزيت ونطيبهم. بعد ما كنكون تقبزو ما كنشيبش، ما يتنفخوناش ويخرج لنا الحشو من يكون طيبو. صافي، كيجيو على هذا الشكل، كنبقاو كنقلبهم بحال هكا حتى كيطيبو مزيان. كيجيو بصراحه لذادين بزاف وهشاشين وخاويين من الداخل وصحيين كما قلت لكم. المهم غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي.
وهذا هما الخبيزات ديالنا، كيجيو بحال هكا، كيجيو خفافين وهشاش وفي نفس الوقت خاويين من الداخل. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم اشتراك في القناة، والى فيديو قادم ان شاء الله.